أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من مارب بريس: السلطة المحلية في مارب تحبط قرار الحوثيين بإلغاء الطبعة النقدية الجديدة. صحيفة فرنسية تتحدث عن فرصة لحل الصراع في اليمن. ومن العربي الجديد: الولايات المتحدة تسمح للمهاجرين اليمنيين بالبقاء حتى مارس 2020. ومن القدس وفي أخبارنا المنوعة: ترامب يرسل أغنية هدية لزعيم كوريا الشمالية. أهلا بكم. ميليشيات الحوثي بعد إيقافها مرتبات الموظفين عمدت إلى معاقبة من تسلموا رواتبهم من الحكومة الشرعية، ويتساءل موقع يمن مونيتور: هل انتقم الحوثيون من الموظفين الذين استلموا مرتباتهم من عدن؟ قال الموقع: اتهم موظفون في صنعاء جماعة الحوثي بتنفيذ عقاب جماعي بحقهم بعد أن استلموا مرتباتهم من عاصمة البلاد المؤقتة عدن بالعملة الجديدة فئة 1000 وفئة 500 ريال، وامتنعت المحال التجارية ووسائل النقل في صنعاء من التعامل بالعملة الجديدة. وقال موظفون جازفوا بحياتهم للوصول إلى عدن أن التوجيهات والمطاردة الحوثية تعنيهم بعد أن استلموا مرتباتهم من عدن. موظف حكومي يعمل في قطاع الإعلام قال ليمن مونيتور: تمكنت أنا و40 موظفا حكوميا من النزول إلى العاصمة المؤقتة عدن متفرقين لاستلام مرتباتنا بطريقة سرية وعن طريق ملتو خوفا من اعتقالنا إلى أن وصلنا إلى محافظة عدن. وتابع قائلا: عدنا إلى صنعاء لنتفاجأ بأن العملة التي استلمناها أو التي استلمنا بها المرتبات فئة 1500 لا يمكن التعامل بها. وقال عدد من الموظفين ليمن مونيتور ممن تمكنوا من الهروب إلى المحافظات المحررة واستلام مرتباتهم قائلين: خطوة متوقعة ما قامت به جماعة الحوثي للتضييق على الموظفين، وذلك بعد قيام حكومة عدن بصرف مرتبات الموظفين من تلك الفئات. وبعض الموظفين الذين استلموا تلك المبالغ المالية موجودون في صنعاء وإب وذمار، ما تسبب بمزيد من المعاناة والحصار عليهم. توجه سبأ الصبر عتابا خاصا إلى من أعرضوا عن نازحي الحديدة ومن منعوهم من دخول عدن ومن رفعوا الإيجارات أمامهم في صنعاء، وقالت في مقال تنشره بالقيس: عن تلك المدينة التي نحبها، عجيبة هي، حوت كل ما يمكن لك أن تتخيله. يمكن لك أن تشبهها بترانيم صوفية أصيلة وأنت تتجول في أزقة حارة السور التي لا تكاد تعرف ليلها من نهارها. ولا يبدو المشهد مختلفا في سوق الهنود وحارة اليمن صديقة الجميع والجنوب تحديدا. لا تكاد تمر في حارة من حاراتها إلا ورائحة البخور العدني تعبئ المكان. الشاي العدني رفيق كبار السن في ساعة ما قبل المغيب وهم يلعبون الضمنة. عدن التي لطالما غنى لها أبناء تهامة بصوت أيوب طارش وأبو بكر سالم. عدن التي منع منها أبناء تهامة من الدخول. عدن التي بكاها الصغار قبل الكبار تقفل أبوابها في وجوههم. ولكن حتى صنعاء ليست أحسن وضعا من تلك التي أغلقت أبوابها. استغلال بشع لكل النازحين. أصحاب العقارات يطلبون إيجارات 3 أشهر مقدما خلاف التأمين، ناهيك عن ازدحام المنظمات التي باعت واشترت بكرامة هؤلاء الطيبين. لا يبدو الأمر مهما. تلك المدينة التي لطالما غيبت في ظل الدولة ها هي الآن تهان ولا عزاء لكل المتآمرين. لم يعد يهم أحد من سكان الحديدة من ينتصر في معركة اقتسام الكعكة بقدر ما يهمهم أن يعودوا إلى منازلهم بكامل كرامتهم. قال موقع مارب بريس إن قرارا صغيرا اتخذته السلطات المحلية في مارب أفشل مشروع حصار ميليشيات الحوثي للأهالي في صنعاء. وقال الموقع: فشلت الميليشيات الحوثية في فرض قرارها بمنع تداول فئات العملة اليمنية الصادرة من قبل الحكومة الشرعية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها،
وأفادت مصادر مصرفية في صنعاء بأن ميليشيا الحوثي تراجعت عن قرارها بمنع فئتي 500 و1000 ريال على إثر تهديدات أطلقتها الحكومة الشرعية، مفادها أن السلطات المحلية في مارب لن تبيع الغاز والبضائع المتجهة إلى مناطق سيطرة الميليشيات إلا بالطبعة الجديدة من العملة، إذ أصر الحوثي على قرار منع تداولها. وأكدت المصادر أن الميليشيات أبلغت كبار المصرفيين والشركات التجارية بأنها علقت قرارها بمنع تداول الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية. وأكدت مصادر مصرفية أن الجماعة الحوثية تمكنت من السطو على مئات الملايين من الأوراق الجديدة بزعم مصادرتها، لكنها في حقيقة الأمر قامت بالاستيلاء عليها وتوزيعها على عناصرها ولجانها الأمنية. تواصل ميليشيات الحوثي إفادة قياداتها لعقد لقاءات مكثفة مع أعيان ذمار خلال الأيام الماضية لحثهم على إنقاذ جبهاتها المتهاوية، لكنها تلقت صفعة قوية لم تتوقعها بعد. رفض أبناء المحافظة إرسال أبنائهم للقتال في صفوفها، وهو ما تسبب بفشل ذريع لكل الجهود والمساعي التي تقوم بها الميليشيا في تحشيد مقاتلين جدد. قالت مصادر محلية وقبلية في ذمار لموقع سبتمبر نت إن الميليشيات الحوثية تواجه صعوبة كبيرة في عملية التجنيد وحشد مقاتلين جدد، وذلك مع تصاعد الرفض الشعبي لها، في حين سحب آخرون أبنائهم من الجبهات بعد تزايد عدد القتلى في صفوف الميليشيا. وأشارت المصادر إلى أن وجهاء في محافظة ذمار رفضوا دعوات الميليشيات وأبلغوا قياداتها أنهم لن يستطيعوا إلزام أحد بالذهاب إلى الجبهات. وفي مديرية عتمة اختطفت الميليشيا أكثر من 100 شخص خلال حملة مداهمات للقرى ومنازل المواطنين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة في محاولة لإجبار أبناء المديرية على إرسال أبنائهم إلى جبهات القتال، لكنهم رفضوا رفضا قاطعا. قال وزير داخلية إيران عبد الرضا رحمان فضلي محذرا للأوروبيين، إذا أغمضنا عيوننا 24 ساعة سيذهب مليون لاجئ إلى أوروبا عبر حدودنا الغربية من خلال تركيا، بالإضافة إلى إمكان تهريب نحو 5000 طن من المخدرات إلى الغرب كدليل على نوايا وبرامج إيران. يورد المفكر العربي برهان غليون هذا التهديد الذي صرحت به إيران، ويضيف في مقال نشرته العربي الجديد. ما أثار انتباهي ليس تهديد وزير الداخلية، وإنما أن الرئيس روحاني لا يجهل مفاهيم الإمبريالية ومعنى القوانين والأعراف الدولية، بل إنه يحس بأن هناك شيئا اسمه حقوق إنسان، لكنه لا يرى انطباق أي من هذه المفاهيم والمعاني والحقوق على ما تقوم به الدولة التي هو رئيسها من انتهاك صارخ لها في بلدان الجوار، والتي تكاد تنطبق حرفيا على ما يتهم به الولايات المتحدة. فكما هو واضح، يشكل تحجيم دور إيران الإقليمي واحتواء عدوانيتها الطافحة وإجبارها على إعادة ميليشياتها الطائفية إلى داخل حدودها على الأقل كما تصرح به حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما تخشى منه علنا طهران، يشكل الهدف الرئيسي لسياسات فرض العقوبات الدولية على إيران، ومنها قطع شريان المال المستخدم في تمويل الأعمال التخريبية للميليشيات الإيرانية في بعض الدول من خلال تقليص صادراتها النفطية. بمعنى آخر، ما تطمح إليه عقوبات الرئيس الأمريكي يتمثل بالضبط في احتواء ما ينبغي تسميته اقتداء بروحاني نفسه، سياسة طهران الإمبريالية وخرقها القوانين والأعراف الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول واستقلالها وحقوق شعوبها في تقرير مصيرها، وانتهاكاتها غير المسبوقة لحقوق الإنسان واعتدائها الظالم والمدمر على شعوب ودول لا تقل حقية في السلام والأمن والبقاء من الأمة الإيرانية العظيمة. وهذا يعني باختصار إجبارها على وقف سياساتها التخريبية وتقويضها أساس الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في محيطها المشرقي المباشر من أجل تحقيق مصالح لا يمكن وصفها ولا يصفها الإيرانيون أنفسهم إلا بالسعي إلى الهيمنة بل والاحتلال وتوسعة دائرة النفوذ في المنطقة، أي بمصالح إمبريالية.
قال موقع الديمقراطية المفتوحة إن الهجوم المتعمد على الحديدة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية كان توقيتا لإفساد مبادرة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن. وأضاف الموقع في تقرير كتبته الباحثة هيلين لاكنر وترجمه الموقع بوست أن المجاعة والكارثة الإنسانية هي الطريقة الوحيدة التي يزداد بها اهتمام الإعلام الدولي باليمن، مشيرة إلى أن مدينة الحديدة وميناءها أصبحا محور الاهتمام الآن، ومن المرجح أن تستمر الحرب في الحديدة لعدة أشهر وربما أطول. وتساءل الموقع عن أسباب توقيت الهجوم على الحديدة وقال: لماذا أطلق التحالف هجومه ليتزامن مع العرض الذي طال انتظاره لمشروع خطة السلام الجديدة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ومقترحات إعادة بدء مفاوضات السلام؟ وتساءل بالقول: هل كان قرار تنفيذ الهجوم في الصيف عندما كانت الظروف المعيشية هي الأسوأ بالنسبة للسكان، خاصة المقصود منها زيادة معاناة المدنيين؟ واعتبر التقرير الحركة الحوثية أضعف مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي، مشيرا إلى أن قتلها لصالح كان خطأ فادحا وحرمهم من القوات الموالية له والتي تحاربهم الآن كجزء من التحالف بالساحل الغربي. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد في جولتنا بين الصحف الفرنسية الصادرة اليوم. نطالع من صحيفة لا دبلوماسي التي تحدثت عن فرصة لحل الصراع في اليمن. قالت الصحيفة إن إيمانويل ماكرون استقبل في قصر الإليزيه أمير دولة قطر نهاية الأسبوع الماضي في إطار زيارة رسمية، هذا الاجتماع الثالث بين الرجلين في أقل من عام، يجري في سياق إقليمي صعب تميزت فيه الحرب في اليمن أحد أعراض التوترات القوية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من ناحية ونفوذ الإيراني في الخليج من ناحية أخرى. تضيف الصحيفة من خلال مقترح للخروج من الأزمة بين قطر وجيرانها، يمكن للرئيس الفرنسي أن يسمح بتخفيف العلاقات بين الدول العربية، وهي شرط ضروري مسبق لحل المسألة اليمنية. وتتابع: عقد في 27 يونيو مؤتمر إنساني حول اليمن في باريس، وكان يهدف إلى ضمان التزامات ملموسة في الأمور الإنسانية وخاصة فيما يتعلق بالحصول على المساعدات، لكن تقلصت طموحاته مع الوقت. تضيف الصحيفة الفرنسية في ترجمة خاصة بقناة بلقيس أن عدم رغبة معظم المشاركين بما في ذلك الرياض وأبو ظبي لم يكن من شأنه تسهيل سير المناقشات بسلاسة، حيث قال ممثلون من كل البلدين أنهم قادرون على التعامل مع القضية الإنسانية بأنفسهم. واستجابة على الأرجح لطلب الرياض، اكتشفت المنظمات غير الحكومية المشاركة في اليمن أخيرا أن المؤتمر سيعقد دون مشاركتها، مؤتمر إنساني بدون منظمات إنسانية. صحيفة العربي الجديد تابعت المخاوف التي يعيشها اليمنيون المهاجرون في الولايات المتحدة الأمريكية والذين واصلوها حديثا قبل قرار الحظر. وعنونت الصحيفة: الولايات المتحدة تسمح للمهاجرين اليمنيين بالبقاء حتى مارس 2020. قالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت أنها ستسمح لقرابة 1250 يمنيا بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة إضافية لا تقل عن 18 شهرا بموجب وضع الحماية المؤقتة مع استمرار الحرب والأزمة الإنسانية في بلدهم. وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي في بيان أن اليمنيين في الولايات المتحدة الخاضعين لوضع الحماية المؤقتة سيكونون قادرين على التسجيل مجددا من أجل
لتمديد وضعهم إلى 3 مارس/آذار 2020، ويتيح هذا الوضع للمستفيدين منه القدرة على العمل بشكل قانوني أثناء وجودهم في الولايات المتحدة. وكانت إدارة ترامب قد عبرت عن شكوك عميقة تجاه برنامج الحماية المؤقتة، وأعلنت إنهاء البرنامج للمهاجرين الوافدين من السلفادور وهايتي وهندرواس ونيكاراغوا والسودان بعد أن تولى ترامب السلطة العام الماضي. حرص البريطانيون أن تكون فلسطين من نصيبهم، وتنازلوا عن سوريا للفرنسيين الذين أخرجوا الملك فيصل من دمشق ونصبوه ملكا على العراق. تلك كانت صفقة التاريخ. السياسة وبخاصة الدولية سوق تحركها قوى متغيرة. هذا مقتطف من مقال كتبه وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقة، مضيفا في أجزاء نشرتها الشرق الأوسط. الحرب العالمية الثانية صنعت دنيا جديدة غير مسبوقة في التاريخ. زالت مدرسة الاستعمار التقليدي الإمبراطوري الذي سيطرت فيه فرنسا وبريطانيا على أكبر المساحات في الكرة الأرضية. المعاناة التي عاشتها البشرية جراء الحرب العالمية الثانية ولدت منظومة ووعيا إنسانيا جديدين. مساحات ميادين المعارك ونوعية الأسلحة الجديدة، حجم الضحايا وكميات الدم وقوة الدمار تغلغل أثرها في أعماق النفوس. بعد الحرب برزت في العالم قوة جديدة لأول مرة، وهي قوة الإعلام والرأي العام. ضربت القوى اليهودية موعدا مع هذه القوة الجديدة، وظفت المعاناة التي لحقت باليهود بفعل النازية لتحويل وعد بلفور لليهود بوطن قومي في فلسطين إلى وثيقة عاملة. منظمة الأمم المتحدة التي ولدت من رحم الحرب الثانية وأخرجت من دنيا السياسة الدولية المولود الأول الذي أنجبته الحرب العالمية الأولى وهو عصبة الأمم، المنظمة الجديدة كانت الأداة التي صنعها المنتصرون ليديروا عبرها العالم الجديد. أصبحت غرفة العمليات العالمية لإدارة القادم. كانت أغلب البلدان العربية تحت الاستعمار المباشر أو غير المباشر. القوة السياسية الغائبة رافقتها قدرات محدودة في إدارة الشؤون الدولية بحكم نقص الخبرة لدى العناصر القادمة التي تدير كيانات حديثة وهي الدول. المنظومة اليهودية الدولية التي ساهمت عناصر كثير منها في العمل العسكري أثناء الحرب العالمية الثانية وخبراتها التي استمدتها من وجودها في أمريكا وأوروبا مكنتها من أن تضع الملف اليهودي فوق مائدة الأمم المتحدة التي أصدرت قرار تقسيم فلسطين. وكان ذلك صفقة الزمان. رفض العرب القرار وتوجهوا نحو خيار المواجهة العسكرية التي خسروا فيها ما قدمه لهم قرار التقسيم، وتوزع بقايا الجسد الفلسطيني بين مصر والأردن. غابت القضية الفلسطينية سنوات عن موائد المحافل الدولية وبقيت ناقوساً يدق المشاعر العربية الشعبية. جولدا مائير رئيس وزراء إسرائيل السابقة قالت يوماً: لا توجد أرض اسمها فلسطين ولا شعب اسمه الشعب الفلسطيني. في تقرير مطول نشرته شبكة البي بي سي البريطانية بعنوان بين الماء والنار إيران في عين العاصفة، يقول محرروه أنه بالنسبة لطهران الشروط الأمريكية ليست سوى وصفة موت سريع. التراجع في سوريا والعراق واليمن ولبنان من وجهة نظر صناع القرار الإيرانيين هو عملية تمهيد للتحضير لتغيير النظام في طهران، ولذلك لا يفصل المسؤولون بين ما يحدث في الخارج وبين تحركات الداخل، وهو ما دفع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للقول عندما أعلن بازار طهران إضرابه: أيا كانت توجهاتكم أصوليون أو إصلاحيون أو مستقلون مع الجمهورية الإسلامية أو ضدها، هدف الأعداء ليس حكومة روحاني بل إيران. تتحدث البي بي سي عن أدوات الضغط على إيران لصدها عن إشعال الحرائق في المنطقة، وتقول: يتداخل النفط والنووي ويأتي الماء كعامل ضاغط وسط احتدام صراع يبدو فيه جميع الأطراف مصرين على الحسم. يفيد التقرير: أمريكا تريد لإيران أن تعود إلى طهران وتنهي كل حضور لها في المنطقة، كما تريد لها أن تنهي برنامج صواريخها البالستية، وفي النووي أن تعيد التفاوض من جديد على اتفاق أفضل بالنسبة لواشنطن. وكما يذهب التقرير فإيران تواجه اليوم أزمة الجفاف الذي يحاصرها، وقالت الشبكة البريطانية: خرج المزارعون إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم على ما وصفوه بسوء إدارة المياه
المياه، والذي أدى إلى حالة الجفاف التي تضرب البلاد والتي تمتد بحسب أرقام رسمية إلى ما يزيد عن 97% من مساحة البلاد بحسب ما صرح رئيس مركز مكافحة الجفاف شاهر فاتح، مسؤول إيراني قال للبي بي سي. العلم الإيراني يلمح إلى أن توصيف ما يحدث على المستوى المائي في الشرق الأوسط بالأزمة يتخطاها، بل هو يعتبرها وصفا قاصرا وغير دقيق للواقع. الواقع أن الشرق الأوسط يجب أن يقتنع بأن بعض هذه المشكلات التي نعيشها لا يمكن حلها في فترة زمنية طبيعية وعادية، هي الحالة التي علينا الاعتراف فيها بأننا وصلنا إلى مرحلة الإفلاس. نخبر الجميع بذلك، كما يخبر المفلس البنوك بأن لا يعطوه قروضا إضافية، وما تبقى لدينا نستخدمه مع الاعتراف بأننا عاجزون عن تحقيق ما هو أفضل. في الأخبار المنوعة التي اخترناها لكم، ما جاء في صحيفة القدس العربي بعنوان ترامب يرسل هدية طريفة لزعيم كوريا الشمالية. في التفاصيل، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته مايك بومبيو هدية طريفة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وهي عبارة عن قرص مدمج سي دي مسجل عليه أغنية الرجل الصاروخ للمطرب البريطاني الشهير إلتون جون. ولفتت الصحيفة إلى أن الأغنية كانت موضع حديث بين ترامب وجونغ أون على هامش قمتهما التي عقدت بسنغافورة. وخلال القمة تطرق كيم إلى وصف ترامب له بالرجل الصاروخ في إطار حرب كلامية جمعتهما مطلع العام الجاري، فرد الأخير بسؤاله عما إذا كان يعرف الأغنية التي تحمل الاسم نفسه، وأجاب الزعيم الكوري الشمالي بالنفي. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي قرر إرسال القرص هدية ووضع توقيعه عليه وأرفقه برسالة حملها وزير خارجيته في خطوة فريدة من نوعها في عالم الدبلوماسية. أجمل الصور كما نشرها موقع سبوتنيك توثق لأحداث الأسبوع وتنتقل بين مختلف المجالات، نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.